اهلا بكم من جديد. صدر اخيرا بيان المتحدث العسكري فيما يتعلق بقضيه الطفل يعني اللي قالوا انه عنده 4 سنوات. ملخص القضيه، المتحدث كاتب ملخص القضيه ان هو بتاريخ 2014 تجمع عدد كبير من جماعه الاخوان امام احد عدد من المساجد بمدينه الفيوم وعملوا مظاهرات واسلحه اليه ومولوتوف و انتهى الامر بمقتل وفاه 3 اشخاص مدنيين واصابه عدد كبير من افراد الشرطه. المهم يعني تم تحرير محضر بمعرفه قطاع الامن الوطني ورد به اشتراك المدعو احمد منصور اوراني شراره، عنده 16 سنه طالب ومقيم بقحافه شارع عرابي بندر الفيوم مع اخرين في الوقائع محل التحقيق، و ورد اسمه في احيلت القضيه للنيابه العسكريه، ورد اسمه في التحقيقات، وطبعا تم الحكم عليه هارب ولم يستجوب مع 116 متهم هاربين اخرين. ده البيان الرسمي للمتحدث العسكري. والسؤال، هل 16 سنه ده مش يبقى طفل مثلا يخضع لقانون الطفل ايضا؟ ده برضو سؤال لازم نساله، ان هو هل ده بيخضع لنفس القوانين العاديه ولا بيخضع لقانون الطفل؟ ده سؤال مهم. بس 16 يبقى دلوقتي اصبح 18 القضيه، لو هو عنده 16 سنه وقت القضيه المشكله يبقى او القضيه يبقى 4-1، يبقى 4-1 دلوقتي بقى عنده 18 سنة. إذن أخيرا صدر البيان من المتحدث العسكري حول هذا الشأن بعد 4 أيام. يعني نتمنى إن إحنا ما ناخدش 4 أيام، خاصة إن عندنا المعلومة. نتمنى بقى إن ما ناخدش 4 أيام، ناخد 4 ساعات. نفسنا لما نشوف الخبر ويكون عندنا معلومة دقيقة إن إحنا ناخد 4 ساعات ويكون في تصرف سريع. لكن صدر الحمد لله. بقالنا يعني الحقيقة أسابيع، بقالنا أسبوعين ثلاثة كده عندنا مشكلة في التموين. ناس كتير بتشتكي لنا إن الزيت ناقص، إن الرز ناقص، إنه البطاقات الكروت نفسها فيها مشاكل. والحقيقة إن إحنا بنهتم جدا بهذه القضايا، خاصة إنها بتمس المواطن العادي. نزلنا شفنا الوضع في الشارع، فعلا اتأكدنا إنه في نقص في السلع التموينية بالذات الرز والزيت. والدكتور خالد حنفي قبل استقالة 3 من قيادات الشركة القابضة للصناعات الغذائية، اللي هو إبراهيم حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات، وطارق الطنطاوي رئيس مجلس إدارة الأهرام، ومحمود هجرس رئيس شركة الزيوت، بسبب تراجع المنتجات. خلونا نسمع نفهم إيه بالظبط هذه القضية. معي على الهاتف الأستاذ ماجد نادي، المتحدث باسم نقابة بقالين التموين. مساء الخير يا أستاذ ماجد. مساء الخير الزلاميس، ومساء الخير على أهلا بيك. إيه المشكلة بقى عندكم بالظبط؟ والله احنا عندنا نقص في السلع التموينيه من الرز والزيت، وفرق نقاط الخبز السلع بتاعته غير متوفره بالكامل. كان احنا لغايه شهر يناير احنا اللي بنجيب سلع فرق نقاط الخبز من حسابنا الشخصي، فكون كل تاجر بيجيب كل ما يروك للمواطن بتاعه او حسب المنطقه او الحي اللي قاعد فيه. فجي معالي الدكتور خالد حنفي حول المنظومه، بدل ما التاجر هو اللي بيجيب خلى الشركه القابضه هي اللي تديني. وده كان واضح، وكان لينا كم علامه استفهام حول نقطه شركه القبضه، وده اللي تم. الشركه ما قدرتش تضخ ولا تقدر، وعدت الوزير انها تقدر تضخ، وبالفعل ما ضختش حاجه، وكان نسبه العجز في السلع واصنافها 70% في الاصناف. يعني ما زال ممكن ما اكون خدت 100% بس اصناف صنف 2-3 بس، بدل ما كنت عندي 100 صنف. ده جه مع السلع التموينيه ان انا عندي عجز في الزيت وعجز في الرز. فالاثنين عملوا ازمه في اول شهر دخلت فيه الشركه القابضه بالتوريد. وده انا متاكد ده كان ناتج ان معالي الوزير التموين دكتور خالد حنفي يعني لما شاف كده، انا بايد قراره لما عمل 28 في اول مره للشركه القابضه من الاستقالات، لان هم كانوا احنا كنا في اجتماع وهم اعلنوا ان هم هيوردوا كافه السلع واحنا كنا قاعدين مع الدكتور خالد حنفي، وكان الكلام مسموع ان كل المخازن هتبقى موجود فيها السلع. وكان خالد حنفي كان عامل غرفه عمليات مع النقابه ومعاونين الوزير ان احنا نرصد الشارع ونشوف المخازن اللي فيها بعض السلع ناقصه. النتيجه بقى دلوقتي هنعالج الموضوع ده ازاي؟
والله احنا كنا في الوزاره ومعالي الدكتور خالد حنفي، بصراحه الراجل يعني انا شايف انه شغال بكل طاقته، ان لازم نكون كل في الشارع ونشوف المخازن ونضخ ونعمل مراسلات ايه اللي ناقص عشان نقدر نحط السلع اللي ناقصه ونخرج من المشكله الازمه. الازمه بقت تكبر اكتر، لان داخل عليا بعد 7 ايام شهر شهر جديد بالظبط. بس بالظبط اعتقد ان ثلاثه صدر شهور. قرار انه يعني مستحقات الشهر الماضي ممكن انها تصرف مع الشهر الجديد، ما هقول لحضرتك هو بس برضه المهم يكون في بضاعة. ايه الفايده؟ بالظبط، ايه الفايده وانا ما عنديش سلعه؟ لكن انا لو عندي سلعه هيبقى فايده كبيره. واول طبعا. حاجه بس اقول حاجه للدكتور خالد، طب بتعملوا ايه عمل مع الجمهور اللي بيعمل يعني طبعا انا بيطلب؟ اقول لحضرتك بس انا لسه سامع حضرتك حاجه كويسه قلتيها يا استاذه، لان ان احنا نبقى عارفين الحاجه ونستنى بعد كام يوم. انا ليا حساب كبير على المتحدث الاعلامي لوزاره التموين الاستاذ محمود دياب، اعلن ان البقالين التموين ادي فراخ بتاع دوت وفراخ 9.5 جنيه، فراخ فراخ 9.5 جنيه الكيلو. يا مان انا ما لقيتش زيت ولا سكر ولا بديل العيش، انت اديتني فراخ وب9.5 جنيه ليك المشاكل حاطط علينا المواطنين. ليه ما تخلي في شفافيه؟ عندي مشكله نعالجها مع بعض. ليه تعلن كل يوم ان السلع متوفره؟ انت كل يوم بيقول السلع متوفره والشارع بيقول غير كده، ليه تحطيني مع مواجهه ما بيني وبين المواطن؟ دي مشكله، المواطن مش دي هيفهم عليا. مشكله، لانه فعلا كل التصريحات بتقول ان السلع متوفره وهذا غير حقيقي. معالي الوزير ما قالش السلع متوفره. ايوه انا عارفه، بس شغالين يعني في النهايه انا محتاجه حل سريع لهذه الازمه يعني. بالظبط، وبتعمل معايا تصادم، بدل ما تقول لي تعالى نحل، انت بتعمل تصادم ما بين المواطن، بينزل يقول لي يعني اخر تصريح لي ان السلع متوفره بيه كامل في مخازن الجمله، والتاجر التوميني مش عايز يروح يستلم عشان عايز يرجع يشتري هو الحاجه. ايه الكلام ده؟ ايه الكلام ده؟ وصلتني ان انا عندي بتاع دوت ركوب فراخ ب9.5 جنيه، وراك فراخ ب9.5 جنيه، ده ما حدش شافها اصلا. محدش شافها اصلا. بشكرك استاذ ماجد مهدي، متحدث باسم نقابه بقالين التموين. معانا كمان بقالين للتموين اسامه الدمرداش، محمد فتحي من اسكندريه. اتفضل يا استاذ محمد. استاذ محمد الخير يا استاذ لميس، مساء النور، اهلا بيك، اتفضل. اهلا وسهلا بحضرتك. ايه الوضع عندكم بقى؟ قول لي في اسكندريه. والله الوضع كان اقربها، لسه حضرتك كنت بتتكلمي على الشفافيه. لسه كان اقربها امبارح، السيد الوزير كان في اسكندريه ولف على المخازن، وطبعا جابوا له في المخازن بعض السلع بكميات قليله. النهارده فوجئنا على الصفحه الرسميه اللي هي للوزاره ان سياده الوزير نزل لها المخازن كلها مليانه، وان 26,000 بقال تومين بيستلموا جميع انواع السلع، وده طبعا كذب، وده طبعا مش موجود اساسا في المخازن عندنا. على سبيل المثال عندي مخزن فيه 60 تاجر، جاله 40 كرتونه شاي نزل عشان خاطر سياده الوزير يجي يتفرج عليهم في المخزن. طب ال 40 كرتونه شاي اللي بتندور هتديهم على 60 تاجر قد ايه؟ كل تاجر نص كرتونه؟ وبعدين عايز اقول لك على حاجه بعد اذنك. اتفضل. الو؟ اتفضل سامعاك. احنا النهارده بنقول ان الحكومه هي اللي بتدعم المواطن في التومين. لكن لو حضرتك بصيت على نقاط الخبز هتلاقي المواطن هو اللي بيدعم الحكومه في نقاط الخبز. صح. ان المواطن الرغيف العيش اللي بياكله في الدوله 35 قرش. اللي بيوفره الدوله بتحاسبه عليه 10 قروش. يعني هو بيوفر للدوله على كل رغيف بيوفره 25 قرش. واصبح بقى حقه مكتسب. طيب. هو يجيب بيه اللي هو عايزه. صح. والسلع اللي بيتروك ليه؟ لبيته ولعياله. احنا عندنا مواطن بيستنانا يا استاذه اول الشهر بيجي ياخد احتياجات اطفاله للمدارس. ده طيب. بعيد عن كل البعد عن السلع اللي منزلها السيد الوزير في قلب الشركه. دي معلومه. المعلومه الثانيه لو سمحتي لحضرتك، معالي الوزير بيقول ان هو عايز يحارب الاسعار ويخفض الاسعار، رغم ان هو منزل الاسعار بتاعت السلع نقاط الخبز والتومين تزيد عن مثلياتها في السوق اكتر من 30%. لا دي قصه شويه غريبه شويه. لا ازاي زياده عن 30% عن مثلياتها في السوق؟ لا ده طيب انا بكلم حضرتك طيب الحقيقه استاذ محمد بمستندات. خليك معايا بس، خليك معايا. انا معايا سياده الوزير خالد حنفي وزير التموين والتجاره الداخليه. مساء الخير يا سياده الوزير. اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ مساء الخير يا فندم. دكتور، يعني الوضع ايه بالنسبه لنقص السلع التموينيه؟ واكيد حضرتك عارف. بصي هقول لحضرتك الوضع عشان يبقى الامر محطوط في نصابه. احنا بندي للمواطنين نوعين من السلع، نوع اسمه فرق نقاط الخبز ونوع اسمه التموين.
فرق نقاط الخبز ده شيء جديد مستحدث احنا استحدثناه، والحمد لله ربنا وفقنا واصبح واقع موجود. وصلت قيمته في الشهر لحوالي 500 مليون جنيه سلع المواطن بياخدها، مقارنة بصفر ما كانتش موجودة قبل كده الحكاية دي. وده أمر الحمد لله نجحنا فيه من خلال منظومة العيش ومنظومة التموين. النوع الثاني اللي هو السلع التموينية اللي احنا حولناها من دعم عيني في شكل ثلاث نقط إلى ثلاث سلع إلى دعم بياخده بشكل نقدي، يجيب دي كل السلع اللي هو عايزها وبيختارها بالطريقة اللي هو بيعوزها. اللي حصل الفترة اللي فاتت ان تباطؤ في امداد زيت الطعام، الزيت تحديدا، نظرا لان كان في كتير من شركات القطاع الخاص والقطاع العام مش قادرة ان هي تفتح كل الاعتمادات اللي جاية لها من الزيت الخام. وتفاهمنا مع محافظ البنك المركزي، والحقيقة هو فتح كل الاعتمادات اللي كانت خاصة بالزيوت ودخلت المراكب وفضت الزيت الخام ودخلت المصانع، وبدأت تضخ يمكن من الأسبوع اللي فات كميات الزيت يمكن أكتر من المعدل اللي مطلوب يوميا. لما نيجي نتكلم على الفكرة الجديدة اللي هي طبعا بتلاقي مقاومة كبيرة، وحضرتك هتستوعبي اللي بقوله، إن إحنا بعد ما مشينا خطوات بمنظومة التموين وخلينا السلع مفتوحة بالشكل ده، حبينا وزي ما أنتوا بتنادوا دايما إن إحنا نكسر الاحتكارات بأشكال كتيرة. فقررت ان انا اعمل نوع من التفاوض الجماعي، وانا لسه يعني حالا قايم من مجموعه شركات كنا قاعدين معاهم، ان احنا بنجيب كبار الموردين الشركات الكبيره والمالتي ناشونالز، بنعمل معاهم نوع من التفاوض الجماعي، وبنوصل معاهم لتفاهمات نقدر ناخد السلع باسعار اقل، بحيث ان هي تورد الى البقالين التموين من خلال 500 فرع للجمله تبع الشركه القابضه، يحصلوا البقالين على هذه السلع بأسعار أقل ويبيعوها للمواطنين بأسعار أقل. عملية التغيير ديت بتواجهها مشكلة من ثلاثة، يا إما ناس بتبقى بطبيعتها مش حابة التغيير، يا إما ناس شايفة أن التغيير ده مش هيكون في مصلحتها، يا إما ناس مش مستوعبة التغيير. طب احنا مش بنتكلم عن القصة دي خالص يا دكتور. لا لا لا، هي دي القصة يا فندم. ليه؟ احنا بنتكلم على نقص الزيت والرز والمشاكل اللي في الكروت. هقول لحضرتك، احنا لما بدأنا منظومة العيش والتموين ظهرت المظاهر دي والناس تصورت ان في ازمة، ولم يكن هناك ازمة، وبعد ما استقرت الناس استوعبت وعظم. انا بقول لحضرتك السلع النقط احنا بنصرف ب 500 مليون جنيه نقط في الشهر، احنا صرفنا لغاية يوم الخميس اللي فات ال 500 مليون لكل المواطنين، وبالتالي الرقم اتصرف كله، والنقط دي كانت اساسا مش موجودة. هل النقص في الزيت الأساسي في التموين الأساسي؟ نعم، كان في نقص في الزيت، وأنا قلت لحضرتك بالفعل كان في نقص كمان. في الزيت والرز، كان في نقص، مش إن في أزمة، في نقص في الزيت ونقص في الرز. النقص اللي في الزيت اتحل تماما لأن إحنا الاعتمادات كلها اتفتحت ودخل الزيت الخام للقطاع الخاص والقطاع العام، اتوزع على البقالين، يعني بيتكرر وبينزل تباعا. احنا بنحتاج كمية معينة في اليوم، اللي بينزل دلوقتي تقريبا ضعف الكمية، لكن حضرتك عارفة لما بيبقى فيه توقف لفترات فبنحتاج فترة علشان يتشبع السوق بالباكلوج اللي كان موجود قبل كده، وده دلوقتي خلاص. الناس اللي بنسمعها يا دكتور، معلش بعد اذن حضرتك، سواء من البقالين او الناس، خلينا نتكلم في الناس العاديه، لا عرفت تجيب الزيت المره دي، ولا الكروت كمان اتاخدت منها وما رجعوهاش. لا، هقول لحضرتك، اولا زي ما بقول لحضرتك، ما يخص النقاط اتصرف 100% منه، ده يقينا لان دي ارقام في الحسابات احنا دفعناها للمواطنين. ما يخص التموين، لما حسينا ان في شورتج حصل في الزيت، قلنا لهم مفيش مشكله خالص، احنا هنفتح لغايه اخر مارس، بحيث ان والزيت بيتم ضخه دلوقتي، يقدر المواطن اللي ما حصلش على كفايته منه ياخد لغايه 30 مارس، عنده لسه شهر ونص يقدر ياخد الزيت. التموين مش بيتصرف كل يوم، هو المواطن بيصرفه مره في الشهر، فاذا كان في تباطؤ شويه يستطيع ان هو يؤجل ده لفتره لاحقه. طيب، وده اللي تداركناه لما حصل النقص في كميه الزيت. طب ومشاكل الكروت يا دكتور؟ مشاكل الكروت دي قضيه اخرى. الـ الكروت احنا عندنا حوالي 22 مليون كارت، كلهم كروت سمارت، فاضل حوالي من 300 ل 400 الف بيتم طباعتهم من خلال الشركات.
طبعا ال 300 ال 400 ألف كرقم مطلق هو رقم كبير، إنما لما بننسبه لل 20 أو 22 مليون بيبقى نسبة قليلة. طبيعي إن اللي بيظهر هو البني آدم اللي عنده مشكلة، لأن البني آدم اللي راح صرف مش هيجي يشتكي. الدليل على كده حضرتك إن أنا بعمل معاملات ب 6 مليار ترانزاكشن كل شهر في العيش، كلها بالكروت وبتتم وبتدفع، فدي معاملات فعلية تم. سيادة الوزير، صور حتى لحضرتك جايباها، أنا معرفش حضرتك جايباها منين، بس صور بتدل ان الناس موجوده وبتصرف. لا لا، دي صور اللي دي راشز، دي حاجات قديمه، دي حاجات قديمه جدا، دي راشز قديمه. طيب خليني بس ارجع لل معايا على الهاتف سياده النائب هيثم الحريري، وعايز يعني يوجه لحضرتك كلام. سياده النائب مساء الخير. مساء الخير يا استاذ لميس، اهلا بيك يا سياده النائب، اتفضل. خليني بس اعترف انه منظومه التموين كانت شغاله فتره طويله بشكل جيد جدا وايجابي، والناس كانت سعيده، لكن في الفترة الأخيرة حصلت مشاكل. أنا متفاهم حسن النية اللي عند الوزير، لكن الأداء على الأرض مختلف تماما. الوزير كان عايز يوفر المنتجات اللي بيجيبها الراجل بتاع التموين من السوق بسعر أرخص. الواقع بيقول إن هو السعر مش أرخص على الإطلاق، السعر أغلى ما هم بيجيبوها من بره، وفي عينات من الحاجات دي أنا يعني تحت إيدي. كان في مثلا موضوع الفراخ، الفراخ كانت الناس بتلاقي إن فترة الصلاحية قليلة جدا. موضوع الزيت في ازمه حقيقيه، مش مجرد في نقص، لا في ازمه في الزيت، الزيت مش متوفر. الاماكن اللي بياخد منها الراجل بتاع التموين في لحظة في اوقات كتيره مش بيبقى موجود غير شويه زيت، شويه سكر وشويه جبنه، مفيش اي منتجات ثانيه. وانا حتى بلغت دوت لمكتب الوزير اكتر من مره. كان عندي بالامس في اسكندريه بعض الناس اللي شغالين في المخابز، وبلغوني ان في بطايق تموين عليها بال 10,000 جنيه ب 10,000 نقطة، وبياخدوها بعض الناس ذوي الحظوة اللي موجودين في الغرفة التجارية أو اللي بيقدروا يدفعوا في رشاوي عشان ياخدوا هذه الكروت، وبيسرقوا فلوس من أموال الدولة، وبيقولوا إنه يعني الشركة اللي بتعمل دوت محتاجة إن يبقى في مراقبة حقيقية عليها، وبيشتكوا من المكن إن المكن اللي موجود مكن صيني وبيعطل كتير جدا، وهم حتى الوزاره رافضه ان هم يشتروا مكن على حسابهم الكواليتي بتاعته او الجوده بتاعته افضل من المكن الصيني. انا بقول ان المنظومه جيده محتاج يتبنى عليها وتفضل مستمره في الاتجاه الجيد. في بعض السلبيات بنواجهها محتاجه اتخاذ اجراءات سريعه، سريع عشان الناس بالزبط. ما تفقدش يعني مصداقيه المنظومه اللي قدرت انها تحقق شيء. طيب خليك معايا سياده النائب، سياده الوزير اتفضل. طبعا انا بحيي سعاده النائب، وبرده احنا مشكله ان احنا يمكن انا اكتر واحد موجود في الشارع، واكتر واحد موجود في كل الاماكن اللي هي من اول البقال، من اول المواطن والبقال ومنفذ الجمله لغايه اعلى مستوى. انا لسه مخلص حالا مع مجموعه شركات، هي اكبر شركات، وانا باكد لحضرتك وللنائب المحترم اللي كان بيكلم حضرتك ان كل التعاقدات اللي عملناها هي اقل بكتير جدا من اي تعاقدات كانت موجودة. بيشاع طبعا انها اغلى وانها اكتر وكل الكلام ده، لان مش من مصلحة اطراف كتيرة ان التعاقدات دي تتم بالشكل ده. وعموما الحكم في ده ان احنا زي ما انا فاكر بالضبط لما بدأنا منظومة التموين كان الهجوم اكتر من كده 100 مرة، لان الفكرة اللي بتتعمل بتبقى دايما لها مقاومة. احنا موجودين مع بعض وهنشوف، واحنا بنطبق ده خلال شهر، شهر ونص، شهرين، هيبان للمواطن ان السلع اللي بياخدها من نقاط الخبز هتكون اقل من اللي كان بياخدها قبل. بس سياده النائب بيقول ان لديه نماذج لسلع هي اغلى كتير من اللي بره. لا معلش، انا عندي علم اكتر من اي حد تاني، لان انا قايم حالا من التفاوض مع، انا مش عايز اذكر اسامي الشركات، وهم موجودين وتعاقدات معاهم، تعاقدات بنسب يعني ما ينفعش يعني تعلن على الملأ، لانها دي حاجات بيزنس، لاني بقعد مع كل مجموعه لوحدها وبنكمل ده طول الوقت طول الوقت، وبنشوف اذا كان في اي حاجه اعلى من كده بتحصل. وغير منطقي ان هي تكون اعلى لسبب، لان ازاي وانا بتعاقد على الكم الكبير ده هاخد تعاقد بشروط أسوأ من التعاقد اللي بيتعاقد عليها بقال منفرد بياخد من تاجر صغير جمله. البقال التمويني كان بياخد في احوال كتيره من السوبر ماركت الكبير ويشتري منه.
طيب يعني سيادة النائب تحب يعني طبعا موضوع يعني الزيت، طب الاول موضوع الزيت يا سيادة الوزير حله انتهى يعني؟ يعني نقدر موضوع الزيت سعادة النائب عنده حق، كان في زي ما قلت لحضرتك نقص في امداد الزيت، وكان ده نتيجة لان المادة الخام لكل المصانع كانت واقفة في الجماد. الحمد لله اتفتحت كل الاعتمادات. انا احنا يعني ليه ما عندناش مصانع زيت؟ وده سؤال. عندنا يعني مصانع زيت، احنا عندنا في مصر مصانع تكرير فقط، وبنستورد 95% من المادة الخام. ويمكن احنا كان لنا طرح في ان احنا يبقى في اماكن تجميع لوجستية وتعمل الحبوب والغلال وتحول وتعمل كراشنج للصويا وتعمل اكستراكشن للذرة والكلام ده، بحيث ان احنا نبقى بدل ما احنا بنستورد الخام نبقى بنعمل ده، وشغالين في ده على مستوى الدولة، لان احنا حتى الان مصر بتستورد تقريبا 95% من الزيت الخام، ودي طبعا مش حاجة كويسة. سيادة النائب تحب تقول حاجة لسيادة الوزير؟ انا عايز اقول لسيادة الوزير انه لازم يبقى المصداقية متبادلة. انا بصدق حضرتك ولا يمكن ان انا يعني اقول كلام حضرتك غلط، فبرضه صدقني لما اقول لحضرتك ان في ازمه وان في اسعار اعلى من الاسعار اللي بره، وانا برضه موجود مش بس في اسكندريه، انا بيجي لي تليفونات من المحله ومن اكتر من مكان، وانا كلمت اللي هو محمود يوسف واديته نماذج، يعني انا مش بتكلم في حاجات من محافظه ثانيه ولا من دوله ثانيه، انا بتكلم الواقع اللي موجود، وبشتكي لحضرتك ان المكن غير جيد، والناس عايزه تغيره على حسابها مش بتغيره على حسابها. بشتكي لحضرتك انه في الكروت اللي هي بتاعت الخبز، في كروت بتطلع من الشركه عليها بوينتس كتيره جدا مش من حق الناس، وناس بياخدها يعني بيتربحوا من وراها، وده بالنسبه لنا اهدار مال عام. بشتكي لحضرتك انه الانواع مش موجوده بعدد كبير في المخازن اللي عندكم، ما بقاش في غير شويه شاي وشويه سكر. هقول لك حاجه تريحك، حضرتك هتشرفني وهنتحرك مع بعض انا وحضرتك في أماكن غير مخططة، وننزل نشوف الواقع مع بعض على الطبيعة، وأنا هقول لحضرتك كل التفاصيل الخاصة بالتعاقدات وشروطها وأسعارها بشكل تفصيلي. ما ينفعش إن إحنا هو بيقول لك على الوضع في الشارع. أنا بقول لحضرتك وبقول لسعادة النائب إن إحنا هننزل مع بعض في الشارع. طيب خلاص يا هيثم، هننزل مع بعض حضرتك بكرة، هبلغ مكتب حضرتك بكرة بالأماكن اللي فيها نقص والاسعار اللي موجوده اللي بيجيوها من بره. مشكورا لسياده الوزير، مشكورا هتشرفني انا وهقعد معاك وهنتكلم في كل التفاصيل. طيب بشكرك بشكرك نائب هيثم الحريري، بشكرك سياده الوزير دكتور خالد حنفي. طيب لسه معايا محمد فتحي. محمد انت عايز تقول حاجه؟ استاذه كان نفسي عايز، ايوه كنت عايز اخش مع الدكتور خالد، وكنت عايز اقول خالد معانا لسه؟ اتفضل. سمعت حضرتك قال ان هو صرف ال 500 مليون اللي هو 100% من نقاط الخبز، فعلا دي حقيقه، بس المواطن اخذ بيها معظمها كلها كميه سكر، لان ما فيش اصناف وما فيش بضاعه، فبالتالي ده معلومه برضو مهمه يعني خدهم كلهم سكر. هتصرفي ليك 50 جنيه 60 جنيه، ما فيش اللي انت عايزاه، ما فيش الا سلعه معينه حضرتك هتاخديها، مش هتسيبي 60 جنيه. تمام، هو انصرف فعلا بس انصرف سكر. تاني معلومة حضرتك، هو بيقول لا ده انا الاسعار ارخص من بره، وازاي؟ انا قابلته الشهر اللي فات في اسكندرية وقلت له حضرتك الاسعار عندي اغلى من السوق 30%، قال لي لا الاسعار دي هتتعدل. انا بكلم حضرتك حاليا دلوقتي، سن السكر ب 5000 جنيه مسيله بره بيتباع، قطاعي ب 4000 ونص، بيتباع للمواطن ب 4 جنيه ونص، نازل لنا احنا ب 5 جنيه جملة. في اجود انواع السمنة النباتي 27 جنيه، نزلنا ب 33 جنيه جملة. أسعار بينة، المخازن موجودة، الفواتير موجودة، الأصناف موجودة، أنواع السلع اللي موجودة المصدر كمان موجودة، كل ده موجود. إحنا مش عايزين هو يعيش في وادي وإحنا نعيش في وادي. الشارع هو اللي حكم. الشارع هو اللي حكم. أنا معاك يا أستاذ فتحي. ومستواها إيه؟ ووضعها إيه؟ سيادة الوزير بيتكلم إنه كله تمام. انا نفسي مره ياخدني يقول لي فرق التمام. احنا امبارح هو نزل اسكندريه وشاف المخازن، جابوا له بعض السلع عشان يلاقوا في المخازن السلع، بعض المخازن كان رايحها وما عندهمش خبر ان هو رايح له، لما عرف ان هو جاي قفل المخزن عشان ما عندوش بضاعه.
لان هو كانوا مهاجرين لازم اللي هو تعبته يريحها. شكرا يا استاذ فتحي، اتمنى يكون السيد الوزير سمع ما قاله، وهو فعلا الشارع هو الحكم، واحنا هننزل برضه نصور بكره ونشوف الوضع ايه. مهم جدا ان احنا نراعي امور الناس، وهذه المنظومه بدات فعلا بدايه جيده، والحقيقه انها كانت بتواجه مقاومه كبيره جدا، واحنا لازم نواجه دايما في اي اصلاح فيه مقاومه، ولكن لما نشوف فيه خلل، لما نشوف فيه مشكله، علينا ان نواجه هذا الخلل سريعا. طيب نرجع للكوميسا تاني، وكان في اجتماعات لعدد من رجال الاعمال مع رجال اعمال من افريقيا، وفي محاوله لمصر انها تكون متواجده في افريقيا. معي على الهاتف المهندس سميح سويرس، رئيس شركه اوراسكوم القابضه للتنميه. مهندس سميح مساء الخير. اهلا، مساء الخير. اهلا بك. هل بالفعل التقيت على هامش الكوميسا مع وزير الاسكان وابتديتوا تحلوا مشكله هرم سيتي وغيرها؟ يعني انا لقيت روح جيده جدا الصراحه من الحكومه المره دي. انا كان بقالي مده ما قعدتش مع حد من المسؤولين في القصه دي، ووصلنا حتى لبعض المقترحات الواقعيه. يعني انا اول حاجه ودي كانت بالنسبه لي انا اولويه، نخلص من مشكله التحكيم بتاعت الاجانب الشركاء معانا، اللي هم يئسوا مني بعد 5 سنين وراحوا بقى وحديهم للتحكيم وكده، واحنا مش عايزين الموضوع يكبر، لان هيجي في وشي في الاخر. يعني لو سيبنا التحكيم وهنخسره 100%، لان في يعني كذا حاجه في العقود وكده بتديهم الحمايه، وفي نفس الوقت في بعض التصرفات واضح جدا ان هي كانت مش سليمه مع الشركه، فهيكسبوا التحكيم. هم في نفس الوقت طبعا مش رايحين تحكيم عشان غاويين يعني مشاكل، الناس مش فاضيه للمواضيع دي. فالحقيقه الصراحه السيد الوزير كان مقتنع جدا ان الاولويه قبل حتى ما نشوف موضوع اوراسكوم وكده ازاي نخلص من المشكله دي، واقترح اقتراح جيد جدا ان هو يخش كوزاره ويشتري حصه الشريك الاجنبي بس. فده في حد ذاته بالنسبه لي بيشيل عني عبء كده ما بين ان انا مش عايز ابقى يعني داخل في عكه زي دي، وفي نفس الوقت ما يتقالش عليا ان انا جبت ناس مستثمرين مصر يتسوحوا. يعني لما الوزاره تشتري حصه الاجانب يبقى احنا خلصنا من المشكله. احنا بنتكلم في قد ايه تقريبا يا سميح؟ 24% تقريبا او كده؟ لا هم 18%. 18%. ان احنا اضطرينا نرفع راس المال عشان ندفع مرتبات وكده السنتين اللي فاتوا، وهم طبعا رفضوا، وبالتالي تم يعني تخفيض حصتهم، ولكن الحصه في حد ذاتها سبب كافي ان هم يروحوا بيها التحكيم بغض النظر. وبالتالي شراء الوزاره للحصه دي هيخليها شريك معانا، ما دام بينا شركاء يبقى هم شايفين بقى كل حاجه، وما تليش يحصل خلافات بعد كده. فهو اظهار النيه ان هو يخش طرف يعني معانا في الشركه شريك معانا، ده في حد ذاته طبعا نيه جيده. بس هيدخل يعني هيدخل يشتري حصه الشريك الاجنبي ويقيم بالظبط. وبعد كده احنا شركاء مع بعض، والله يعني مش هيجي الشريك يقول يا رب تعيثني يعني. ما دام بقي معانا في الشركه يبقى هو ليه مصلحه ان الشركه تقوم وتعمل الوظيفه اللي خلقت. بس مش هيخش ياخد كل الحصه، بمعنى ان هو لو دخل بالارض مثلا. لا 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 لا، مش ارض ولا مش ارض، هو هيخش يشتري بفلوس كاش يدفعها للاجانب، ويقول للاجانب خلاص كده مالكوش عندنا حاجه، انتوا خدتوا فلوس الاسهم بتاعتكم. هو عندهم فلوس يشتروا؟ عندهم فلوس يشتروا؟ ما هيش اصلها ارقام كبيره قوي يعني بالنسبه لوزاره الاسكان. وبعدين الشركه ما هو ممكن بعد كده بدل ما بيعاقبها وما بيدوناش تراخيص وما بيدوناش اراضي، هو حتى هيعوض الفلوس اللي دفعها، لان هو ساعتها هو ممكن يدي الشركه ارض وياخد فلوس الاسهم. يعني هو بيجيبه اليمين يجيبه الشمال، الارض بتاعته هيتبيعها للشركه. طب الشركه هتدفع للوزاره الفلوس، ياخد الفلوس يديها لل. هل اتكلمتوا بقى في التوسع بقى، ان انتوا ترجعوا تاني تتوسعوا تشتغلوا تاني بما انه الحكومه ممكن تبقى شريك؟ ما هو يعني الواحد لما بيجي يتجوز مش بيخطب الاول. الاول نخلص من المشكله الاولانيه وبعد كده نشوف الجواز هتمشي ازاي. طبعا بالظبط، لانه مش معقول ان هو يخش يشارك في شركه وبعدين يفلسها يعني. طبعا بانه يتعنت معاها يعني، ما هو بقي شريك هيتعنت معانا بعد كده ليه؟ دلوقتي ماشي في خصومات، في مش عارف ايه بتاع قصص قديمه قبل ما يبقى هو حتى وزير، فهو مش عايز يبقى داخل ويتقال ان هو بيحل مشاكل قديمه حاجات مثاره كده. كيف
الكوميسا شفته ازاي يا سميح؟ يعني شفت الاجتماع ازاي؟ هل في انا دايما بقول المؤتمرات دي عباره عن تعرف وتعارف. تعرف على الفرص المختلفه وتعرف على الناس اللي هي ممكن تبقى يعني شركة او يحصل معاها شراكه في استغلال بعض الفرص اللي بتظهر من بلاد مختلفه. وعند تجمع عدد من الدول بيخلي الواحد يعرف حاجات مثلا عن بلاد وفرص في بلاد جيد جدا ما كانش عمره هيفكر يروحها. يعني مثلا كان في رئيس الجابون هناك، طب الجابون دي وحد ذاته ان الواحد يروح لحد الجابون وما يعرفش حد هناك ولسه يشوف فيها فرص ولا لا، مش هيحصل. انما الراجل موجود ومعاه وزراء ومعاه ناس وبيوروا ايه الامكانيات اللي عندهم وايه المجالات اللي عندهم، جايز جدا واحد يتشجع لان حاجه في مجاله شكلها مغري فيبتدي يتكلم ويبقى اسمه عارف. الوزير خد منه كارت نمر تليفونات بتاع، بعد كده يروح يستثمر عنه. ونفس الحكايه الافارقه اللي جم اما يلاقوا ان في مثلا في مصر فرص استثماريه وبتاع وكده، جايز حد فيهم يبتدي يفكر انه يصدر لنا حاجه او يعمل مصنع لحاجه. ولو ان طبعا احنا في مصر من طول ما موضوع الدولار ده لسه ملوش سعر واضح مش هيحصل استثمار ولا حاجه لحد الموضوع ده ما يتحل. لحد ما بالظبط. يعني احنا للاسف احنا كطرف في يعني اظهار فرص استثمار في مصر اضعف طرف. للاسف. طول ما انت شايف ان سعر العمله هو السبب الرئيسي دلوقتي. ما هو اصل هي ربنا يعفوه بالعقل، والراجل جاي يستثمر ده جاي عشان يخاطر من غير ما يعرف حتى المخاطره ايه العائد اللي وراها. طب هو النهارده مش عارف هيدوا له دولار بكام، مش عارف هيحولوا له الدولار المكسب بتاعه امتى، مش عارف انهي سعر هيسري عليه لما يجي، مش عارف اخرتها ايه، فممكن يوم وليله يفرقع السعر. هو يحول الدولارات بتاعته مثلا بكره عشان يبني المصنع، بعد بكره الدولار يبقى 10 جنيه او يبقى مثلا حتى لو ب 9 جنيه ففجاه ارباحه ديفاليويتس ومش عارف يحولها اساسا. ارباحه ايه؟ ده فلوسه الاساسيه جابه راح منها 30% وهو لسه ما قالش شهاده. فطبعا مش هيحصل. هي الفلوس اللي بتيجي مصر دلوقتي بتيجي كلها فلوس يعني مؤسسات تمويل دوليه دول عربيه كده، وده ما يبنيش بلد. يعني واحنا طول عمرنا بنجيب يعني الاحتياطي بتاع البنك المركزي ده اتبنى من فلوس دولارات جت استثمار في مصر وتحولت لجنيه مصر. مظبوط. لازم نرجع لموضوع الاستثمار ده باي طريقه. صحيح. والاصرار على العند في موضوع العمله وان احنا ممكن نستمر بثلاث اسعار ومفيش مشكله يعني انتم يعني ما بيروش تاريخ. احنا النهارده مصر ما جمعتش الاحتياطي بتاع البنك المركزي دوت غير بعد ما الدولار اتحلت مشكلته بيمالوش في سعر واحد. صح. قبل كده كان الحكومه بتبدا تشتري الدولارات من سامي حسن علي في السوق السوداء عشان تتصرف في امورها. بشكرك. ما كانش في بشكرك مهندس سميح ساويرس رئيس شركه اوراسكوم القابضه للتنميه. والحقيقه ان قضيه الدولار دي قضيه مهمه يعني لازم نصل فيها الى حل، وهي البيضه ولا الفرخه. يعني الاستثمار هو اللي هيدخل دولارات، الدولارات يعني العمله الاجنبيه مش هتيجي الا بازاله المعوقات وان يبقى في سعر واحد للدولار، ولكن هنشوف ماذا سيحدث. قبل ما نخرج فاصل، كل الأوساط الثقافية منزعجة جدا من الحكم اللي صدر بالأمس على الروائي أحمد ناجي. النهاردة نقابة الصحفيين، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، تقدمت بأربع طلبات للنائب العام لوقف تنفيذ العقوبة، وكمان تقدم المحامي محمود عثمان الوكيل عن أحمد ناجي للنائب العام بطلب لإخلاء سبيله. الحقيقه انه يعني في انزعاج شديد جدا من الحكم برضه في كل الصحف الاجنبيه، وبيتكلموا على انه مصر بتحكم على روائيها وادبائها ووقفات بقى احرق انتاجك الابداعي. يعني الحقيقه انه في انزعاج احرق عملك الابداعي، يعني في مبادرات ووقفات احتجاجيه ضد ما حدث لاحمد ناجي. والحقيقة إنه أي مكان ما كتبه سواء إحنا متفقين معاه أو غير متفقين معاه، مرة أخرى لا يمكن الحكم بالحبس على حد بيكتب حاجة. الرأي والفكر والإبداع حتى لو كان يعني خادش للحياء لا يمكن الحكم بالحبس. في غرامات، في قانون، لابد من تعديل القوانين، واحنا قلنا ان القوانين موجوده في ادراج الحكومه، لكن احنا عايزين القوانين تفضل عشان نفضل نحبس الناس
ودي وكأنه يعني دي يعني هنا ما بنتكلمش عن القاضي، بنتكلم على فكرة الدولة. نفضل عندنا سيف اسمه ازدراء الأديان، وسيف اسمه خدش الحياء، وسيف اسمه لا عيب كده، ما ينفعش أو ما يصحش كده. نخرج فاصل بقى، وبعد الفاصل نستقبل البارا أولمبيكس، أبطال البارا أولمبيكس في رفع الأثقال.